مرحبا بكم في قناتنا الرياضية الأولى، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي. الترجي الرياضي يجري أول حصة تدريبية بالدوحة. أجرى لاعبو الترجي الرياضي التونسي منذ قليل أول حصة تدريبية في إطار تحذيراتهم لمواجهة نادي الهلال السعودي في مستهل مشاركتهم بكأس العالم للأندية الذي تستضيفه قطر. وشهدت هذه الحصة التدريبية التي دارت على ملعب الغرافة مشاركة كل اللاعبين الذين تحولوا أمس إلى الدوحة. وللتذكير فإن الترجي الرياضي التونسي سيواجه نادي الهلال السعودي يوم السبت القادم على الساعة 3 مساء على أمل التأهل لأول مرة إلى الدور القادم في ثالث مشاركة بكأس العالم للأندية. بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي.